السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. كيما وعدتكم باش نعمل فيديوهات حول ما يسمى الجنس او العلاقة الجنسية بصفة عامة. حسب المعتقد متاعي واقتناعي ان المشكلة ليس في العلاقات الجنسية، المشكلة اللي لاحظتها كبيرة هو الجهل بالجنس. أكثر الناس مع الأسف ماهيش فاهمة شنو هو الجنس. هذاك علاش حبيت نعمل هذه الفيديوهات باش نوضح عدة جوانب تخص الجنس. صحيح المواضيع كثيرة، كان ما نقولوش بالمئات ونقولوا بالآلاف، وما نعرفش في الحقيقة بأي موضوع نبدأ. هذاك علاش أنا المرة هذه اخترت موضوع، المرة الجاي نختار موضوع آخر، واللي عنده فكرة أو موضوع طبعا ينجم يقترحه ويمكن نطرحه. أنا في الحقيقة في الفيديوهات هذه نحب نتطرق لكل المشاكل اللي تخص الجنس. هذا هو الهدف متاع هذه الفيديوهات. طبعا قبل ما نبدأ باش نحكي على الموضوع متاع اليوم، لازمنا نعرفوا اللي الجنس هو أمر طبيعي وموجود في الطبيعة، بل يمكن أن نقول أن كل أشياء تتزاوج، كل شيء من الجماد إلى النبات إلى الحيوان. صحيح ان من نجموش نسميه العلاقة بين الجماد انها علاقة جنسية، ولكن يمكن نحطوها في خانة الجنس بالمفهوم الجنس التكاثري او ما يسمى من اجل البقاء. ولكن وقت ننتقلوا للعالم النبات نلقاو ان الجنس اصبح اكثر وضوح من عالم الجماد. صحيح حتى في عالم النبات التلاقح الجنسي يعني ينجم يكون عن طريق طرف ثالث، كما نعرفوا الرياح تقوم بالتلقيح، كما هناك بعض الحيوانات تقوم بالتلقيح بين النباتات. إذن هناك أنواع كثيرة من العلاقات الجنسية في النبات. طبعا احنا كبشر اقرب عالم جنسي لنا هو عالم الحيوان، العالم اللي خرجنا منه احنا. اذا نحاولوا باش نركزوا على عالم الحيوان ونشوفوا شنو الفرق من بين الجنس عند الانسان والجنس عند الحيوان. احنا نلاحظوا عند الحيوانات اللي عندهم هما بدورهم أنواع كثيرة من التلاقح الجنسي، والهدف من التلاقح الجنسي عند الحيوان هو التكاثر. وطبعا لكي يكون تكاثر لازم يكون تلاقح، شيء طبيعي. ولكن الطبيعة أوجدت في الحيوان ما يسمى بالرغبة الجنسية لكي يكون التلاقح، لأن بدون الرغبة الجنسية لا يمكن أن يكون تلاقح. والرغبة موجودة إيجابية عند ما يسمى بالذكر وسلبية عند ما تسمى بالأنثى، أي أن الذكر عنده الرغبة في الإيلاج والأنثى عندها الرغبة أن تولج. هذه رغبة طبيعية، كما الإنسان أو الحيوان أو حتى النبات لكي يبقى في الحياة تجي الرغبة في الأكل أو أي رغبات أخرى، هذه رغبات طبيعية أوجدتها الطبيعة وموجودة في الطبيعة. إذن لو نعود إلى عالم الحيوان، الإنسان عندما كان في عالم الحيوان، لأن الإنسان اليوم لم يعد في عالم الحيوان، يعني دا يبتعد، لا أقول 100%
ولكن الإنسان مع تطور الزمان وتطور الوعي وتطور المعرفة والفكر، الإنسان ماشي ويبعد على عالم الحيوان. كانت العلاقات متاعه مرتبطة بالطبيعة والرغبة الجنسية اللي عطتها له الطبيعة. احنا نشوفوا اغلب الحيوانات تقريبا تمارس الجنس في مدات معينة، ما يسمى قبل مدة التلاقح. هذا معناتها لاحظوه، طبعا تختلف من حيوان الى حيوان، هناك حيوانات تمارس الجنس في فترة معينة من السنة، هناك حيوانات تمارس في فترتين او ثلاثة في السنة، وهناك حيوانات مثل الأرنب مثلا تمارس كل شهر لأن عندها دورة مثل دورة المرأة عند الإنسان. يعني هناك حيوانات تقرب لنا وهناك حيوانات ما تقرب لناش. إذا نفهموا من الفكرة هذه أن الجنس بالمفهوم الطبيعي هو التكاثر وإنجاب الأولاد أو ما يسمى بالبقاء، ولكن مع تطور الإنسان وتطور الحياة الاجتماعية للإنسان وتكوين ما يسمى بالقرى الصغيرة أو المدن الصغيرة، وقع نوعا ما اتفاق إنساني من أجل مراقبة العلاقات الجنسية. عندما احنا نشوف في عالم الحيوان فما حتى مشكل أن الأم يعني تمارس الجنس مع ابنها، أو الذكر يمارس الجنس مع عدة إناث، والأنثى تمارس الجنس مع عدة ذكور، وهذا أمر طبيعي وما فيه حتى مشكلة. والذي نلاحظوه مهم في عالم الحيوان إن الأنثى يجب أن تكون مستعدة لممارسة الجنس، لهذا الحيوانات بصفة عامة الذكور تترقب الفرصة لكي ترى الأنثى عندها الرغبة لكي يمارس معها الجنس، سواء بالشم، سواء بالحركات، سواء بالأصوات. هناك بعض الحيوانات تطلق أصوات معينة، وهناك بعض الحيوانات مثل الطيور تقوم ببعض الحركات لكي تقول للذكر إنني في حالة يمكن أن تمارس معي الجنس. معناتها في العالم الحيواني ليس هناك يعني اغتصاب بالمفهوم الاغتصاب اللي عند البشر. يعني أنثى عندما لا تريد أن تمارس الجنس أو ليس لها الاستعداد لممارسة الجنس ميجيش اذكر ويغتصبها بالقوة. يعني هذه حالات يعني يمكن نادرة وإلا معناتها ظروف خاصة. إذن هناك ما يسمى في عالم الحيوان الإيجاب والقبول. صحيح ما فماش قواعد، ولكن هناك نوعا ما توافق بين الذكر والأنثى. طبعا نجد في بعض الحالات أن بعض الحيوانات تقوم بعملية الاغتصاب، كما نلقى مثلا ساعات السردوك الديك يحاول أن يمارس الجنس مع نوع آخر من الطير. كما هناك كما نعرف المثلية الجنسية عند الحيوانات، ولكن هذا ليس موضوعنا في هذه الفيديو. الموضوع متاعنا إن فكرة ممارسة الجنس تطورت عند الإنسان ولم تعد فقط للإنجاب. هذه هي الفكرة المهمة، أهم فكرة في هذه الفيديو الأولى اللي نقوم بها، إن لازمكم تعرفوا إن ممارسة الجنس ليس الهدف متاعها إلا الإنجاب. طبعاً تجي تقول لي ما شنو الهدف من ممارسة الجنس؟ صحيح عند الحيوان ممارسة الجنس الهدف متاعها هو الإنجاب، ولكن نتيجة عن رغبة. يعني هنا عندنا رغبة وعندنا نتيجة اللي هي الإنجاب. طبعا الإنسان في الأول كان هكذا وتصرف هكذا، ولكن كما قلت لكم عندما تطور الإنسان وارتقى
في الحضارة والفكر وفي الوعي أصبح الزواج أكثر منظم. من أهم الأشياء اللي قام بها الإنسان في تنظيم الزواج إنه نوعا ما منع زواج القرابة، وحاول أن يستعمل النساء متاعه من أجل تحالفات سواء عائلية سواء قبلية، فكانت كل قبيلة إنسان تاعها تحمل شعار معين، وكانوا وتترجعوا معناتها في معناتها كيف بدأت القبائل، كيف بدأت تكوين القبائل أو المجموعات البشرية، كان الإنسان الذي يحمل علامة معينة ليس لهم الحق أن يتزوجوا مع بعض. يعني مثلا هذه العائلة عندها علامة معينة والنساء متاعهم والرجال متاعهم ما عندهمش الحق يتزوجوا مع بعض. هذه قوانين وضعها الإنسان من أجل تنظيم ما يسمى بالعلاقات الجنسية ومن أجل التوسع والتنوع. إذن هنا معناتها أول تحول قام به الإنسان هو أنه بدأ يفكر في تكوين الأسرة. وطبعا باش تكون أسرة ما تنجمش تخلي الناس الكل ينكحوا بعضهم، فهمت؟ البو ينكح البنت والبنت تنكح الخو، الدنيا تدخل بعضها. في هذه الحالة ما عادش تولي أسرة، هنا نوليو في عالم الحيوان أو ما يسمى في عالم القطيع الحيواني. إذا الإنسان جاء وعمل ما يسمى بفكرة الأسرة. هذه معناتها نقطة جدا مهمة لازمكم تعرفوها، لماذا الإنسان حط قواعد من أجل العلاقة الجنسية، من أجل تكوين الأسرة، من أجل تكوين القرية الكبيرة، من أجل التحالفات القبلية أو ما يسمى بالتحالفات الأسرية، وهكذا تكون ما يسمى نوعا ما المجتمع المدني. طبعا الإنسان لم يتوقف عند هذا الحد، تطور وجاب ما يسمى بفكرة الزواج، يعني بالعقد، عقد الزواج. يعني أصبح الإنسان ليس معناتها يبدا ماشي على روحه تعرض واحدة يمارس معها الجنس، فهمت؟ إذن جاء فكرة الزواج وما يسمى النظام الاجتماعي. ولكن نلاحظ أن الزواج بقى رغم التطور متاعه اللي قام به نوعا ما قريب من عالم الحيوان، لأن بقى بهدف تكوين الأسرة أو ما يسمى بالتكاثر. وجاءت الأديان والإيديولوجيات ورسخت هذه الفكرة متاع أن الجنس مرتبط بالزواج ومرتبط بإنجاب الأولاد. ولكن الإنسان عندما مارس هذه الممارسات بدأ تظهر فيه مشاعر وأحاسيس، وبدأ مثلا ما يسمى الرغبة مع الحب. هنا نلاحظوا أن هناك رغبة وهناك حب. الحب معناتها ما نلقاهوش ياسر بالطريقة اللي عند الإنسان عند الحيوان، لأن الحيوان أكثر شيء الذي يدفعه لممارسة الجنس هي الرغبة الجنسية. بينما الإنسان طور نتيجة تطوره العقلي والفكري والوعي لديه، طور فكرة ما يسمى بالحب، خاصة مع ظهور اللغة وتطور الإنسان، وأصبحت الرغبة مرتبطة بالحب. المشكلة اللي وقعت إن كثير أشياء تخلطوا مع بعضهم. احنا وتنجيو نحكيو على الجنس نلقاو الرغبة اللي هي طبيعية، عندنا الحب اللي هو متطور لدى الإنسان، وهنا الحب طبعا هناك أنواع، واحنا نعملوا فيديو على أنواع الحب غير هوني معناتها نتكلم بصفة عامة كأول فيديو فيما يخص الجنس. وهناك تكوين الأسرة طبعا، وطبعا مع تكوين الأسرة هو
الإنجاب. ولكن هناك علاقات أخرى من الزواج هي ما يسمى بالزواج المصلحي من أجل التناسب أو التقارب أو حتى المعاملة الاقتصادية أو حتى المعاملة السياسية، ما يسمى بزواج المصلحة. الناس ميفرقوش من بين هذا الكل، فهمت؟ فما هناك معناتها يعتبر كل شيء مربوط ببعضه، رغم اللي كل حاجة تعتبر وحدها. يعني تنجم تمارس الجنس ما غير ما تكون أسرة، تنجم تمارس الجنس ما غير ما تحب، تنجم تمارس الجنس ما غير ما تجيب أولاد. الإنسان الخصوصية اللي عنده وهو من النجم نقوله الموجودات على الأرض القلائل ينجم يمارس الجنس في أي وقت. يعني الغريزة أو الرغبة الجنسية بتاعه تنجم تظهر في أي وقت، خاصة الرجل. صحيح المرأة نتيجة الثقافة والتقاليد والعادات هناك ما يسمى فترة الحيض أو فترة النفاس أو فترة الحمل، يعني تمتنع عن ممارسة الجنس، ولكن معناتها علميا المرأة تنجم تمارس الجنس في أي وقت. على خاطر هنا هذه النقطة المهمة، إن الجنس عند الإنسان ليس مجرد رغبة، بل مرتبط أيضا بالوعي وبالعقل. هذه النقطة المهمة. هناك طبعا كثير من الناس مازالوا اليومنا هذا قريبين من عالم الحيوان ويمارسوا الجنس على أساس أنها رغبة، كثير جدا. ولكن هناك أشخاص تطوروا فكريا وتطوروا في الوعي متاعهم وأصبحوا يمارسوا الجنس على طريقة أخرى، وهي طريقة التفكير والوعي والحب ومعنتها الرغبة، ولات جانب معنتها جانب يأتي في الأخير في العلاقة الجنسية. المهم الفيديوهات هذه اللي قاعد نعمل فيها، طبعا اليوم تكلمت بصفة عامة حول الجنس. اللي حبيت نقوله في هذه الفيديو وهي أهم نقطة قبل ما نختم هذه الفيديو، إن الجنس عند الإنسان أوسع مما أوجدت الطبيعة. لماذا؟ لأن الإنسان لم يتوقف على الجنس كما أعطته له الطبيعة اللي هي رغبة وتكاثر. لا، الإنسان فكر، عنده وعي، عنده إحساس، وطور الجنس. بل الجنس أصبح عند الإنسان اليوم نوع من الفن ومن العلم ومن المعرفة، واكتشف بدن المرأة وبدن الرجل ونقاط الضعف وأنواع الرغبات الموجودة والتوجهات الجنسية وغيرها. وطبعا هناك الحب بأنواعه، هناك الرغبات بأنواعها، وهناك طبعا العلاقات الاجتماعية والمصلحية. ولاحظوا ان كل الاديان او الايديولوجيات او حتى القوانين اللي موجودة اليوم، حتى اللي يسميوها قوانين متحضرة، كلها تراقب الجنس، لانهم يعرفوا ان الجنس هو شيء جدا مهم في استقرار الانسان. خاطر كان باش نسيبوا الحبل كيما نقولوا احنا ونعطيوا الحرية الجنسية المطلقة، شنو غيوقع؟ نرجعوا لما يسمى عالم الحيوان. يعني الإنسان عندما تطور تطور الجنس معه، بل استعمل الجنس لكي يطور الإنسان. هذه مسألة واضحة، وتلقى ديما الجنس مرتبط بالاقتصاد، بالسياسة، بالدين، بالعلاقات الاجتماعية، بكل شيء. ولكن السؤال اللي نسأله، إلى متى نقعد رابطين الجنس بكل هذه الجهات؟ علاش ما نحاولوش نحرروا الجنس بدون أن نخسر طبيعتنا الإنسانية؟ هو مشكل كبير في الحقيقة، خاطر لو تعطي الحرية الجنسية
كما نقولوا حتى مثلا بعض المتدينين يقول لك لا للحرية الجنسية سوف تدمر المجتمع وسوف تفعل كذا وسوف تفعل كذا. لا، تدمر المجتمع عندما لا يكون وعي، عندما لا يكون فهم. أنا بالنسبة لي شخصيا الإنسان اليوم وصل إلى مرتبة أنه يمكن أن يتحمل المسؤولية، يحتاج فقط إلى وعي ومعرفة، خاصة بالأدوات اللي عندنا توا وبالعلم وما توصل إلى العلم، رغم اللي احنا في البداية نتاع العلم إن نعطيه أكثر حرية في الممارسة الجنسية وإن نبتعد أكثر على عالم الحيوان. بعضهم تجي تحكي معاهم يقول لك لا ومعناتها الطبيعة والطبيعة. لازمكم تفهموا حاجة، هذه حاجة لازمكم تفهموها مليح، إن احنا كبشر ماناش مجبورين باش نتبعوا الطبيعة. صحيح فما أشياء في الطبيعة، مثلا فما بعض الأشخاص يجي يقول لك المثلية أمر طبيعي، هاي موجودة في الطبيعة. أنا شي مني فيها موجودة في الطبيعة ولا مش موجودة في الطبيعة؟ مش يعني موجودة في الطبيعة لازمني نعملها. لو الممارسة الجنسية في الطبيعة نتيجة رغبة وإنجاب، مش يعني أني أنا مجبور باش نطبع الطبيعة. لا، مانيش مجبور. هناك أشياء في الطبيعة الإنسان ينجم ياخذها، وهناك أشياء في الطبيعة الإنسان ماهوش حاجته بها وعنده يمكن أفكار أحسن وأفضل من اللي موجودة في الطبيعة، لأن الإنسان واعي، لأن الإنسان عنده إحساس. كان باش نقتلوا الوعي والإحساس عند الإنسان إذا ما عادش يصبح إنسان. ولكن هذا لا يعني أن هناك أشخاص ما عندهمش هذا الوعي، أن نجيو نلوموهم ونقولوا لهم أنتم خايبين ولا أنتم ما لازمكمش تعملوا هكا وأنتم ما لازمكمش تعملوا هكا. لا، لأن احنا البشر بصفة عامة كل واحد ودرجة الوعي متاعه. يعني يمكن هذاك الشخص مازال ما وصلش لدرجة من الوعي باش يفهم شنو الجنس وشنو الهدف من الجنس وشنو الرغبة الجنسية وشنو الحب وشنو العلم، نجم نقولوا العلم او الفن الجنسي. فلهذا المعرفة قد ما الإنسان يبدأ يعرف ويبدأ واعي، تولي ممارسة الجنس مسألة عادية. أنت تشوف في الطبقات المثقفة بصفة عامة أو ما يسمى بالطبقات الاستقراطية، ما نتكلموش على عامة الناس، الجنس أمر عادي، الجنس أمر عادي جدا بمختلف أنواعه، سوى المثلية أو غير المثلية، بحب أو بدون حب. لأن الإنسان هوني عندما يبدأ واعي بالمسألة يعرف كيفاش يتصرف. لأن فكرة أن الجنس عمل قبيح وشر وهذه الفكرة هذه غالطة. لأن لازمنا نفهم حاجة مهمة، أن الشر والخير غير موجود، غير موجود أصلا. بينما طريقة فعل الشيء هو اللي يجعل منه شر أو خير، على حسب درجة الوعي، على حسب التطور الإنساني، على حسب الزمان، على حسب المكان. فما حاجات تعملهم في بعض المناطق يعتبروا مش شر، وفما حاجات تعملهم في بعض الأزمنة يعتبروا مش شر ويعتبروا شر. إذا كل شيء نسبي. أنت أبسط حاجة السكينة، السكينة بتنجمش تقول عليها شر، خاطر تنجم تعمل بها ياسر حاجات باهية وتنجم تعمل بها حاجات خايبة. إذا الممارسة الجنسية بحد ذاتها، وقت واحد يمارس الجنس، فهمت؟ لازمنا نفهموا وقتاش تكون شر بالمفهوم الإنساني، خاطر الإنسان هو اللي يحدد الشر وغير الشر، فهمت؟ لو الإنسان ما كانش واعي وما كانش يفكر، راهو ما يفرقش من بين الشر وغير الشر، راهو يتصرف بطريقة طبيعية. ولكن الإنسان الواعي والمجتمعي والحياة الاجتماعية هي اللي خلقت فكرة الشر والخير. مثلا إنسان يمارس الجنس بعنف
وباختصار هذا يعتبر شر. الإنسان حدد هذا المصطلح أنه شر، بينما في مجتمعات أخرى ممارسة الجنس حتى بالرضا بدون عقد زواج يعتبر شر. إذا احنا كيفاش نخرج من كل هذه القوانين ومن كل هذه القواعد، حتى ما يسمى بالقوانين المتحضرة اللي سميوها معناتها القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان وغيرها؟ فما هناك كثير من الظلم. أنا شخصيا رأى أن القانون يجب يتدخل في ثلاثة أشياء مهمة، هي ما يسمى حماية الطفولة، وهذا شيء طبيعي، يجب أن تحمي الطفولة من كل أنواع الاغتصاب والتحرش، هذه مسألة واضحة. وطبعا عندما نقول حماية الطفولة من عالم الكبار لأنه قاصر، بل حماية كل من هو قاصر حتى وإن كان ليس طفل، مثلا المجنون أو الغير واعي أو الغير مطلع. هذاك علاش بالنسبة لي الثقافة الجنسية هي مسألة مهمة جدا، ومن واجبات الدولة والقانون أن يثقف الأطفال والكبار جنسيا، ما فيهاش حشمة هذه، حتى الإسلام يقول لا حياء في الدين، ونقول لا حياء في الجنس. لا حياء، علش تخشب؟ علش تخشب؟ يعني هل الحل هو أنك تحشم وتوقع الكوارث؟ هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية هي التحرش بكل أنواعه، سواء في العمل، سواء في المدارس، سواء في الشارع، سواء داخل الأسرة. القانون يجب أن يحمي من التحرش، وساعات يعني التحرش يكون غير ظاهر، وهذا لازم تنتبه إليه أجهزة الدولة، ولازم تاخذ بعين الاعتبار، وتكون هناك جمعيات تساعد من يتعرضون للتحرش، وخاصة الآن بوسائل التواصل والتليفونات وكل شيء، من السهل معرفة من يتحرش بالآخر. والتحرش كما قلت لكم ينجم يكون بضغوطات مهما كانت. أما المسألة الثالثة هي الاغتصاب بجميع أنواعه أيضا، سواء الاغتصاب المباشر أو الاغتصاب الغير مباشر. أما غير هذه ثلاثة حاجات، ما دخل القانون في إنسان عاقل عنده كامل مدارك العقلية، عنده ثقافة جنسية، عنده وعي، إنه يتدخل في حياته الجنسية وكيفاش يكون التوجه الجنسي متاعه بأي حق؟ ما عنده حتى حق القانون أن يتدخل في الأمور هذه. المهم أنا اللي حبيت نقوله في الفيديو هذه إن الإنسان ارتقى وابتعد عن عالم الحيوان، وكل من يمارس الجنس من أجل فقط الرغبة أو يمارس الجنس من أجل الأولاد فهو إنسان ما زال مرتبط بعالم الحيوان، بينما الإنسان الحر، الإنسان الواعي، الإنسان المفكر يعتبر الجنس هو فن قبل كل شيء، وهو علم، وهو معرفة لازم الإنسان يكتشف التوجهات بتاعه ويبحث عن الإنسان اللي يحمل نفس التوجهات. وهذا اللي باش نبحثوه في الفيديوهات القادمة، وكل مرة كما قلت لكم ناخذ موضوع معين ونتكلم عليه. اليوم تكلمت بصفة عامة عن الجنس، باش تاخذوا فكرة ان راهو الجنس ليس مجرد رغبة وليس مجرد انجاب، بل الجنس اكبر من ذلك بكثير، وهذا شنو باش نعرفوه في الفيديوهات القادمة. وشكرا، وكنت عند الموعد متاعي خاطر وعدت شكون باش نعمل فيديو الاسبوع القادم، وكنت عند الموعد بتاعي، ونحاول باش نعمل فيديو حول الجنس كل أسبوع كما وعدتكم،
وبسلامة، وما تنساوش باش توزعوا الفيديوهات، كان عجبكم كان ما عجبكمش ما توزعوهاش، وبسلامة.